بالخصوص كتكون شاطئيه، يعني في اوقات معينه في ظروف خاصه كتكون الضبابه يعني ما يشوفش الانسان اخر. كاين كذلك الامطار، ملي كتكون الامطار سواء ديك القطيرات الاوليين اللي كينزلوا ولا ملي كتكون خيط من السماء بحال اللي كنقولوا، خص الانسان يعمل لها حسابها ويعرف كيفاش يتعامل معها. كذلك ملي كتكون في المناطق الجبليه اللي كتعتمد عليها يعني التساقطات الثلجيه، يعني كذلك هذه القضيه هذه خص الانسان يعمل لها الحساب ديالها بصفه عامه. يعني ملي كنقولوا احنا هذه المسائل كلها وحده بوحده، فالسائق اللي كيكون سائق يعني مسمي السائق، يعني ماشي اي شيء يكون سائق، السائق اللي كيكون سائق خصو يعرف يتعامل مع هاد الظروف المناخيه المتغيره، والا يلا غادي يخرج من دارو ويوقع المشكل. فبغينا نشوفوا شنو هما الحيتيات ديال هاد الموضوع، شنو كنقصدوا بالاضطرابات الجويه. حنا كنعرفوا الحمد لله ان بلادنا عطاها ربي وميزها بواحد مجموعه ديال التضاريس مختلفه ومتنوعه، كاين الصحراء الرمال، كاين البحار، كاين الجبال، كاين السهول، كاين واحد المجموعه ديال الاشياء. ولهذا فالسائق المغربي اكيد انه يعني عنده واحد الميزه خاصه بين السائقين في العالم، لانه كيتعامل مع هذه الظروف ومع هذه التضاريس المناخيه بصفه يعني مستمره، وكيكتسب من خلالها واحد الخبره في السياقه. اليوم بغينا نناقش معكم هذا الموضوع. اللي عنده شي فكره مثلا ولا شي حاجه يمكن يتدخل في الرقم ديال 05 39 32 16 31، ولكن احنا معنا ضيف غادي يكون معنا رئيسي هاد النوبه، ولاول مره وحنا سعداء بهذا الموضوع وهذه النقطه هذه، من وزان سي محمد صامت، رئيس جمعيه دار الضمانه للسلامه الطرقيه في وزان. وكنعرفوا على ان وزان يعني كتنتمي للجهه ديالنا، وهذه الجهه هذه يعني فيها التضاريس مختلفه ومتنوعه، ولهذا ف كنبغيو نعرفوا من خلاله شنو هما كيفاش كيشوفوا هما في الجمعيه هذه القضيه ديال التعامل ديال السائقين مع الاضطرابات الجويه. نتعرفوا على بعد نحيوا السي محمد صامت، ومن بعد ان شاء الله ندخلوا في التفاصيل. سي محمد مرحبا بك معنا في اذاعه طنجه، وشكرا على تلبيه الدعوه ديال البرنامج. شكرا سي الحاج محمد بن طيب، اسم عالم مسمى، تحيه لك ولجل الاطر العامله باذاعه طنجه الجهويه، وشكرا على الاستضافه. شكرا سيدي محمد بارك الله فيك، بقى معنا غادي نعملوا واحد المقطع غنائي قصير هو عنده علاقه بمدينه وزان حتى هو، ومن بعد ان شاء الله غادي نشرعوا في تناول الموضوع ديالنا اللي هو الاضطرابات الجويه والسلامه الطرقيه. نجمع ضاوية في العلالي، تبع عالية في الجبال تلالي، أوزان غيرك ما يحلالي، طريق الزاوية أوزان يا العالية يا شريفة، شحال لطيفة حاميك مولانا، أشايل لها دار ضمانة، طريق الزاوية يا وزانة يا العالية يا شريفة، شحال لطيفة حاميك مولانا، أشايل لها دار ضمانة، طريق الزاوية يا وزانة يا العالية يا شريفة، شحال لطيفة
عزيزي السائق، كل فصل من فصول السنة عنده خصوصيته في مجال السير والجولان. السائق المثالي هو اللي كيعرف يتعامل مع هذه التغيرات والتقلبات بالحكمة المطلوبة. السلامة الطرقية التزام، شراكة ومسؤولية، مع تحيات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، قبل طبيعة الحال من نغوصوا في المحور ديالنا، لابد ما نعرفوا هذه الجمعية اللي سميتها جمعية دار الضمانة للسلامة الطرقية في مدينة وزان وفي الإقليم، يعني شكون هي، كيفاش أسست، شنو هما الدوافع اللي جعلوا مجموعة ديال الفعاليات في المدينة والإقليم يبادروا باش يأسسوا هذه الجمعية، شنو هما الحويجات اللي يعني كيهدفوا من وراء يعني تنظيم وتأسيس هذه الجمعية. نرحب بك مرة أخرى سي محمد صامت، وبغينا نعرفه قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الموضوع ديالنا اللي هو الاضطرابات الجوية والسلامة الطرقية، قربنا شوية من الجمعية ديال دار الضمانة للسلامة الطرقية في وزان. مشكورا سي الحاج. تأسست جمعية دار الضمانة للسلامة الطرقية يوم السبت 14 أكتوبر 2017. هي جمعية حديثة العهد، حاولنا في الاختيار ديال الاعضاء ديالها باش نقيسوا جميع الشرائح ديال المجتمع، بحيث معانا ناس اللي كيشتغلوا في القطاع، دكتوره في الطب العام، صيدلاني، رجل قانون، محامي، الاخوه في التعليم، وكذا فعاليات المجتمع المدني. احنا عاده كنخدموا في هذا المجال ديال السلامه الطرقيه بحكم التخصص، ولكن ارتئينا اننا نخدموا في اطار كيقننا باش ملي الى دعت الضروره لاتفاقيه شراكات او اي شيء من هذا القبيل كتكون عندنا ذك الصفه. المعضله ديال حوادث السير حتى هي، لان احنا في المحاور ديالنا ملي كنشطوا في بعض المؤسسات التعليميه ولا دور الطالب ولا دور الشباب، واحد المحور ولا كيفرض راسه. مؤخرا درت قمت بعض الانشطه، وفي الاخر كنوجه بعض الاسئله للمترقين من قبيل التلاميذ. نعم. مش كل اللي عنده شي ذكرى، ما نسميهاش ذكرى مأساوية مع الافه ديال حادثه السير. نعم. تلميذه مسكينه قالت لي انا خويا دار كسيده، قلت لها شنو طرا، قالت لي ماتوا خمسه الناس، راه مسكينه ما قدتش تكمل المعلومه وطاحت. قلت لها فين كان مسكين، قال لك كان في عرس ديال احد افراد العائله ديالو. كان فرح صباح فرح. فوالا راه ملي كنقيسوا ديك القمه ديال الفرح مع القمه ديال الحزن، راه فريمون كاين واحد الفرق شاسع، واحد لوشونك فريمون انكرويابل. نعم. انا بغيت نعرف سي محمد صامت، يعني شحال ديال المستمعين معايا غادي يمكن يتسائلوا. كنعرفوا على ان مدينه وزان والاقليم، يعني ملي كتقول وزان كتبادر الذهن الجانب الروحي والديني والثقافي الى اخره بصفه عامه، يعني أكيد. شنو هو يعني اللي جعلكم على انه تنقوا بنفسكم على هذيك الجوانب هذيك وتمشيو تخصصوا في السلامه الطرقيه، يعني في مدينه وزان والاقليم، كانت شي حاجه طرتكم باش عملتوا هذا الموضوع؟ لان هذه اللي كتكون يعني جمعيه الموضوع ديالها والتخصص ديالها هو هذا، الا وكتكون شي حاجه يعني كبيرة بزاف اللي جعلت أن الجمعية تحمل اسم ديال جمعية دار الضمانة للسلامة الطرقية. ملي كنقولوا السد وزان، نعم، اوتوماتيكمون كندويو على دار الضمانة. صحيح. أجي بعدا سؤال، كيفاش جاتك هذه الأغنية الأولى اللي عملنا ديال نعمان؟ حيات فيا شي حويجات فريمون ماشي ساهل، راه فهمت، صمتوش لأن ما كيحس بها إلا ولد البلاد كما كنقولوا. هذاك الشيء اللي كاين سي محمد. رائع جدا. شكرا. وملي كنقولوا الاخر الريصاني كنقولوا اوتوماتيكمون الملحون. لا فوالا اكيد تتوال الاندلسي هذا الاخر مكناس الشيخ الكامل الى اخره. احنا شفنا بان احنا عندنا هدف نبيل، علاش ما نغطيوش التراب ديال الاقليم الفاتي اللي تابع جغرافيا لجهه طنجه تطوان. نعم. والحسيمه اكيد. بالنسبه لكم يعني التاسيس
يعني ما باقي ما كملتوش وقيله شهر ديال التاسيس؟ لا اكيد اكيد يعني اكيد اربعه، وقلتي لي قبل لحظات الانشطه وكذا، يعني الانشطه كتجي من بعد واحد المده زمنيه معينه. نعم. فبالنسبه يعني مازال ما كملتوش شهر. نعم. يعني جمعيه فتيه وفتيه جدا. نعم. يعني اكيد انه كاين واحد النوع ديال الحماس عندكم. الأعضاء كلهم تبارك الله يعني ماشي أعضاء عاديين، ولكن أطر مثقفة، كل واحد عنده واحد الجانب اللي يمكن له أنه يقدم فيه خدمة للجمعية. فكيفاش كتشوف أنت يعني هاد البداية؟ كاين أمل إن شاء الله، كيفاش كتشوفه؟ إن شاء الله الرحمن الرحيم، وكاين مستقبل واعد ديال هاد الجمعية هذه، لأن الهدف هدف نبيل بالدرجة الأولى. وأنا عبد ربي خريج المعهد العالي للنقل بطنجة، ومؤسس لأربع مؤسسات ديال تعليم السياقة بالإقليم، وهي مؤسسات نموذجية. وأنا كنشط على طول السنة في هذا الميدان. لهذا السبب هذا أسسنا هذا الإطار، هذا إطار قانوني كتشتغل من بعد كيولي كيبعث واحد كذا مدير مؤسسة كتمشي كتقول أنا ندير عندك نشاط، كيتخوف شكون أنت؟ إذا فالإطار القانوني، الإطار القانوني ولا ضروري، فهمت؟ حتى فيما يخص اتفاقية شراكة مع باقي الجهات إلى آخره، كيخول لك أنك تمارس النشاط ديالك. نعم. بالنسبة لكم سي محمد صامت، إذا الجمعية انطلقت في 14 أكتوبر 2017، نتمنى ولا إن شاء الله الاستمرارية والتألق. جمعية دار الضمانة للسلامة الطرقية في وزان. إذا أنت بالنسبة لك سي محمد يعني عضو مؤسس ورئيس ديال الجمعية، ويعني وكتنشط في هذا الميدان هذا، يعني عندك شحال قلتي ثلاثة ديال أربعة ديال المدارس ديال تعليم السياقة إلى آخره، يعني إنسان كتكون عنده هاد المواصفات بحال هذه، يعني إنسان كيكون ملم وملم جدا بالخبايا ديال هذا الموضوع اللي هو النقل والسلامة الطرقية وإلى آخره. فبالنسبة لك سي محمد، هذه القضية ديال اللي كيقولوا هما سوء الأحوال الجوية، وأنا كنقول الاضطرابات الجوية، كيفاش يمكن لك تقدمها للمستشفى؟ ملي كنقولوا الاضطرابات الجوية أو سوء الأحوال الجوية، شنو كنقصدوا بها بالنسبة للناس اللي كيتبعونا الآن؟ مازال كنتذكر واحد المقولة ديال الأستاذ ديالنا الله يجزيه بخير، ملي كنا خلال الفترة ديال التكوين في المعهد العالي للنقل. نعم. كان كيقول لنا هكذا، ماشي أي واحد كيدور الروايض كيتسمى شي فور. صحيح. الروايض راه أي واحد يدورهم، ولكن كيفاش كدورهم؟ نعم. كاين اللي كيقول لك أنا جبت الطوموبيلة من الرباط لطنجة، ولكن واش فعلا أنت جبتها ولا هي جابتك؟ صحيح. إلا أنت جبتها عارف كيفاش دير تطلع في العقبة ديالك، كيفاش تهبط في الحدورة ديالك، كيفاش تدور في الفيراج ديالك، كيفاش تتعامل مع زملائك في الطريق إلى آخره. أما إلا جبتها هنا تقلبها، هنا ما تقلبها، هنا تقلبها، هنا ما تقلبها، حتى توصل راه فعلا هي جابتك. صحيح الصح. هذه هي. نعم. يخص أنا بغيت ننطلق في الموضوع ديال الاضطرابات الجوية في علاقته بالسلامة الطرقية، بغيت ننطلق من الجانب ديال السلامة. لأن السلامة في التعريف ديالها سكون نابيل أن أبسونس دو ريسك، غياب الخطر. وملي ما كيكونش كاين الخطر فهذا كيعني بأن نحن بسلام. صحيح. فهاد كاين واحد العامل مهم أستاذ في الجانب ديال السلامة، واللي عباد الله كتغفلوا، ألا وهو عامل الوقت. نعم. لان احنا بمعنى سي محمد، هذا بمعنى اكيد بمعنى ان احنا الثانيه والنص الثانيه والربع الثانيه شيء مهم بالنسبه لنا حنايا. نعم. لان كيف كيقدروا الخبراء بان الوقت ديال رد الفعل كيتقدر في المتوسط بثانيه وعمليا ان السرعه اللي كنتمشاها خلال هذه الثانيه كتقدر بالعشر ديال السرعه مضروب في 3. بمعنى انا الا كنت ماشي 100 كيلومتر في الساعه خاصني 30 متر وما درت فيها والو، هذا غير رد الفعل. يلاه ضربت هذاك لوبجي اللي قدامي، واش فيل ولا غزاله ولا رنب، يلاه ديتكتيت فيه هذاك لوبجي اللي قدامي. وعاد كتجي رد الفعل ذاك الساعه، عاد كندخلو في لاكسيون. اما الثانيه الاولى ديال رد الفعل، اما الفعل باقي ما دخلنا شي فعل. نعم. بمعنى سي محمد، يعني كل شحال من واحد الانسان كيقول بانه هاد ما كيعملش الحساب للسرعه
وديك المسافه اللي غادي يمكن له يتحكم فيها. اللهم الله يحفظ الا وقعت شي حاجه سواء كان في المدار الحضري ولا غيره. وهنا كتجي القضيه اللي قلنا ديال ماشي يجي وقول انا كنسوق، ولكن خصك بصح توفر فيك واحد المجموعه ديال الشروط باش يمكن نسميوك حنا شيفور ديال بصح. ومن هذه الحسابات اللي كيخص الانسان يعملها، وهذه الحسابات اللي كيخص الانسان يعملها غادي يتفاداها الا ما كانش كيسرع، الا كانت يعني كيمشي بشويه عليه هذه الحسابات كلها غادي يخرج منها، وغادي يمكن له يتصرف فيما اذا وقعت شي حاجه طارئه. وحنا كنشوفوا السي محمد يعني عدد كبير ديال السائقين واخا كيكون كيف ما كان، ولكن في واحد اللحظه معينه كتلاحظ على انه تفافه، كنقولوا حنا كيتفافه، ما كيعرفش ما يقدم ولا يوخر، وفي ديك الساعه ديك السياره كتعمل به اللي بغات، وكتكون كوارث يعني حوادث ديال السير كارثيه. حنا استاذ ملي كندويو على الاضطرابات الجويه في الغالب كنمشيو كنفهمو الامطار الضبابه الثلوج. الامطار كيفاش انت في الاول سكون ابيل هذيك لي برومي طومبي دو بلوي الشتا الاولى. وهنا المهنيين اللي كيعرفوا الناس اللي عندها في علاقه بالطريق كنقولوا بان الطريق كتولي بحال الصابون. صح. فيزافي لي زور ديال الروايض، البقايا ديال الزيوت والوقود. هنا مسألة أخرى كاين واحد الديفو، أنا هي كاين بعض الاحتياطات اللي خصنا ناخذوها قبل بداية الرحلة. نعم. أنا ما عندويش على النظافة ديال الأضواء لأن أي واحد كيفهمها. لا هو السي محمد. نعم. يعني بحال اللي كنقولوا دائما الإنسان اللي كيكون هذا السائق هذا. نعم. بغض النظر على المهنية ديالو ولا ماشي مهني ولا ماشي مهني. نعم. يعني أنا غادي نسافر مثلا. نعم. ياك غادي غادي نشوف أنا شمن فصل اللي أنا فيه دابا. الصيف، ربيع، خريف، شتاء، وان كان هاد الايام هاد السنوات الاخيره بقينا كنعرفوا الصيف من الشتاء والخريف من الربيع. المهم يعني ملي كيجي الانسان ينطلق من ديك الفصل اللي هو فيه، اكيد كل فصل عنده الاحتياطات ديالو الضروريه والواجبات اللي خص الانسان السائق اللي يعملها، وغادي ينطلق على اساس ديك الاحتياطات اللي عمل. مع الاسف حنايا هاد السائقين اللي عندنا يعني كل شيء تقريبا، ما نقولوش كل شيء ولا يعني نسبه مئويه كبيره، الهم ديالها هو انه غادي تمشي في السياره وغادي تمشي تسافر وداك الشيء، ومن بعد عاد كيوقعوا شي مفاجات، اما كيجبر الشتاء، اما كيجبر الثلج، اما كيجبر واحد المجموعه ديال الاشياء اللي ما كانش عامل لها الحساب، وفي هو كان كيخصو يكون عامل لها حسابه. نعم. بالنسبه ملي كندويو على باش نوحدوا المفاهيم شويه، ملي كندويو على سوء الاحوال الجويه والعلاقه ديالها، هنا كندويو على السائق اللي كيحترم قانون السير اثناء القياده. اما المتهور واللي عنده ديك التصرفات الطائشه ما كندويوش عليه، هذيك قنبله موقوته. صحيح. هذا من جهه. كاين اغلبيه ديال عباد الله ملي كيكونوا مسافرين وكيطرى لهم مشكل كيجبروا من الله الحل هو الفران. هذا جانب، انا بغيت نمشي لهذا الجانب لان جانب مهم بزاف. بصح. ونعطيك مثال. نعم. ان البارفو ملي كتكون انت هابط في شي حدوره كيبان لك السياره اللي قدامك ولا الشاحنه اللي قدامك، ملي شعل الضوء ديال الفران في الراس العقبه حتى القاع ديال الحدوره والفران باقي شاعل. أي. هذا مشكل من نوع اخر. لان ملي كنسمعوا العامه كيقولوا العامه ديالنا كيقولوا كنبومبي الفران كنشد ونطلق كنشد ونطلق، ملي كنطلقوا حنا على الفران اشنو كيطرى؟ هذيك لي بلاكيت دو فخان كيعضوا كيف كنقولوا على الديسك ديال الرويضه باش كيوقفوا نسبيا العجلات عن الدوران. في هذه اللحظه هذه اشنو كيطرى؟ راه العافيه كتكون عليه تشعل ما بين الديسك ديال الرويضه ولي بلاكيت دو فخان. ملي كنطلقوا حنا لي بلاكيط اشنو كيطرى؟ كيضرب فيهم الريح كيبردوا. ملي كنصطم على الفران كيسخنوا، ملي كنطلق لهم كيبردوا. نعم. عادة شكون اللي كيتنكل؟ واش لي بلاكيط دو فخان ولا الديسك ديال الرويضه؟ أكيد أن لي بلاكيط دو فخان في هذه الحالة هما اللي كيتنكلوا، لأنهم هما معدلين واحد المادة سميتها الفيرودو. العامة كيسميهم الفيرودوات. يقول لك انا نمشي نبدل بلاكيت دو فخان. رغم هذاك اللي كيصطم على الفران في الراس العقبه حتى القاع ديال الحدوره، في هذه اللحظه العافيه كتكون بخاسك عليه تشعال في لي بلاكيت دو فخان، ما كيعطيهمش فرصه فين يبردوا. اشنو كيطرى بالضبط؟ عوض فاش كيوليو لي بلاكيت دو فخان هما اللي خصهم يتنكلوا،
تيولي الديسك ديال الرويضة هو اللي كيتنكل. وهذاك الحديد اللي كيتنكل من الديسك ديال الرويضة فين كيمشي؟ كيجي اللوجه ديال البلاكيطات وكيتغلف وكتكون سكون ابيل ان كوش سوبرفيسيال ديال الحديد فوق الوجه ديال البلاكيطات، وكيولي الوجه ديال البلاكيطات حديد والديسك ديال الحديد والمعامل ديال الاحتكاك ديال الحديد مع الحديد كيساوي الزيرو. لهذا السبب كنقول لك انا الفريم مشالي تقطع ليه الى اخره. هذا الفينومين هذه كتسمى لا سيلفاتاسيون. نعم هذه مسألة خطيرة جدا، الإخوة خصهم ينتبهوا لها في التعامل ديالهم مع لي بيدال دو فران. راه كيف كيسموا الوالا كنبومبي الفران، حنا كنقولوا كنضغطوا على الفراميل مرات كثيرة متوالية. واخا إذا سي محمد إلا سمحتي لي غادي ناخذ واحد المكالمة هاتفية ربما تعطينا الجديد في الموضوع، نتعرفوا على المستمع أو المستمعة. السلام عليكم. وعليكم السلام سي بن طيب، صباح الخير وعلى الضيف الكريم ديالك. تبارك الله عليك الأخ رشيد. نعم سي. مرحبا بك أخي رشيد، مرحبا. بما أنك قلتي إحنا بلد المغرب الجميل ومتنوع التضاريس. صحيح. يعني في هذه النقطة هذه نشوف الضيف الكريم وساجي معي، يعني خصنا نكون إحنا عندنا السائقين يحتذى به في العالم. صحيح. يعني عندنا السائق كيسوق، عندنا السائق كيسوق في الثلج وكيسوق في التضاريس الوعيرة وكيسوق في الجبال وكيسوق في الأمطار. كيسوق على الساحل، يعني اللي كتكون الساحل راه كيكون راه الموجه، راه حنا هنا في فرق دزيلا راه الموج كيوصلوا حتى لهنادك. نعم بصح حتى للشارع. نعم. يعني حنا خصنا يكون عندنا شي قدازه. انا خصني نسال الدب الكريم، واش دابا السيد خارج من هنايا من هنا للعدايش؟ نعم. وعارف الضبابه كتكون ديك الامر في هذه الفترات الجويه. نعم. واش هو كان واش اذا ما كانش عنده ليزيتوبيلات مزيانين، ما كانش عنده الضو مزيان، ما كانش عنده الفرامل مزيانه، هذا كيعمل جريمه في حق نفسه ولا لا؟ طبعا هذا جريمة وأربعة حفايك مع السق الإزرار والتراصف على تقوله. نعم. يعني وكنقول أن واحد فكرة خاصة تكون، بما أنك وقعوا الكوارث هذه وقعوا بزاف وهذه الحوادث وقعوا بزاف، علاش ما نعملوا شيء لا فيزيت من السيارة جوج مرات في العام داخل ملي بداو الأحوال التقنية كتبدل. السي رشيد، بعض النوبات كتجبر السياره مزيانه ولا فيزيت خصها تعمل البنادم ماشي السياره. هذا هو المشكل. هما بحال اللي كيقول السي هذيك الزواني، هما كاين كذا حاجه، كاين السائق كاين الارض وكاين الطريق وكاين السياره. على الاقل الانسان يكون الانسان مقبل على الحياه، يعني السفر يشوف المسائل ديالو ماشي شي حاجه مش مصور وبعد يخرج. طبعا طبعا ما تغلبوش ديك الفرحه انا خارج يتنزه ماشي الافران اللي يشوف الثلج والسياره ما موجداش في الثلج. ماشي انا ماشي بولادي ماشي نشوف ديك المناظر الجميله اللي في الثلج وانا عارف عن جبرت ما تجون انا وعندي عند الرويض الكحكي بحال اللي كيقولوا ما كاينش. بصح هذا راه كمل الجيم في حق راسه. واخا خير رشيد، شكرا شكرا بارك الله فيك. سي محمد سمعتي المداخله ديال سي رشيد من طنجة، هذا الانسان اللي واخا واحد المسافه قصيره كيستهن بها. يعني احنا دابا مثلا من طنجه في العرايش حتى موليبوس الهام وحتى القنيطره في العاده في اوقات معينه كتكون الضبابه يعني ما تشوفش، يعني على متر واحد ما تشوفش، ومع ذلك الناس كيعرفوا بانه كاين يمكن كيقول هو يمكن نجبر الضبابه وما كيعملش الحساب ديالها حتى كيجبرها ومن ديك الساعه كيوقع المشكل. وجهه نظرك في المداخله سي رشيد. ماشي كنحيي السي رشيد على التساؤل ديالو. هنا كاين ان رابور ما بين السرعه والمسافه ديال الرؤيه. نعم. هذا والمسافه اللي غادي نوقف عليها. لكن واحد تروا كريتير عطانا السي رشيد نيت في هذه الحاله هذه. السرعه المسافه اللي كنوقف عليها كيف حدوها الخبراء في الميدان، ان هي عمليه حسابيه بالدرجه الاولى، انها كتقدر بالعشور ديال السرعه او كاري. نعم. بمعنى ان العشور ديال السرعه في نفسه، بمعنى اخر انا لو كنت ماشي 100 كيلومتر في الساعه ان العشور ديال السرعه هو 10 × 10 × 10 100، الا كنت ماشي في 80 كنضرب 8 في 8 64. انا عندي المسافه ديال الرؤيه، المسافه ديال الرؤيه ديالي على ريغور اعطيني ان شيف شحال تقدر تكون كتشوف انت في الضبابه. نعم. اعطيني ان شيف مثلا. نعم. 40 متر على ريغور مقبوله. 40 متر. 40 متر انا 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 مش انا ماشي ب 80 كيلومتر في الساعه. نعم. المسافه اللي اذا اضطريت انني نوقف ندير شي وقوف اضطراري شحال تكفيني؟ 8 في 8 64. المسافه ديال الوقوف اكثر من المسافه ديال الرؤيه ديالي. نعم بصح. هذا تكون ابيل ان ترافاي افوغ الخدمه العمى. فهمت؟ كاين هذه المسافه ديال الرؤيه كاين اللي يقول لي باش كتعرفها باش كتعبرها، كاين ديك الخطوط الجانبيه اللي كتكون مع الطريق. نعم. هذيك لان كنقولوا الشرطه وحده المسافه ديالها 20 متر، وما بين شرطه وشرطه
6 متر كنشوف انا شحال ديال الشراطي عندي، عندي جوج شراطي وحده خاويه، كنقول بانني كنشوف 46 متر. انا حددت المسافه ديال الرؤيه ديالي، اذا خصني نشوف السرعه اللي ماشي بها انا اللي كتناسب مع هاد المسافه ديال الرؤيه، ولا الشجار اللي كيكونوا مع الجنب ديال الطريق ما بين شجره وشجره 10 متر، لان هذاك الاخر ما دايرينش بور لو ديكور، راه سينيفيكاتيف هكذاك. لان ما كاينش لعبات، لان هذه اللغه ديال الطريق راه تكون ابيل اي لونغ انيفيرسيتي العالميه، العالم كامل كيداولها. هذه القضيه ديال الشجره سي محمد اول مره كنعرفها من عندك. ما اشكر مرحبا استاذ باقي بجهد الله نيت اننا تبارك الله عليك. واخا اذا السي رشيد والسي محمد غادي نعملوا واحد الوقفه مع هذه الفقره الثابته في كل اللقاءات، وكنبغي انك تعطيني وجهه نظر ديالك وتعقب لي عليها، وهي الفقره اللي كنسميوها احنا في هذا البرنامج بالارقام. اذا هذه الفقره سي محمد بحال اللي كتعرف كنقدموا فيها واحد البلاغ توافينا به المديريه العامه للامن الوطني كل اسبوع، واللي كتحصي فيه العدد ديال الحوادث ديال السير وبعض الارقام الاخرى اللي وقعت داخل المناطق الحضريه في اسبوع. وبالنسبه لهذا الاسبوع هذا اللي انطلق من بين 30 اكتوبر الماضي حتى 5 من الشهر اللي احنا فيه، لقاو 11 ديال الناس مصرعهم وتصابوا 1805 بجراح، الاصابه ديال 78 منهم خطيره، في 1357 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية في الأسبوع الممتد بحال اللي قلت ما بين 30 أكتوبر اللي فات و 5 نوفمبر الحالي. نخليو الأسباب حتى الأخر ونشيروا بأنه فيما يتعلق بعملية المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، كيوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 39212 المخالفة، ولزات 12837 محضر تحالت على النيابة العامة، وتم استخلاص 26375 غرامة صلحية، وكيزيد أن المبلغ المتحصل عليه وصل 5469700 درهم، في مبلغ العدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5181 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7333 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات اللي خضعت للتوقيف 323 مركبة. غادي نجيو الآن للأسباب اللي تؤدي لهذه الحوادث ونشوفوا شنو هما الأسباب اللي كينطبقوا على الموضوع اللي كنناقشوه اليوم اللي هو الاضطرابات الجوية والسلامة الطرقية. إذن البلاغ ديال المديرية العامة للأمن الوطني كيرد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث: عدم احترام حق الأسبقية، عدم انتباه الراجلين، عدم انتباه السائقين، السرعة المفرطة، تغيير الاتجاه بدون إشارة، عدم التحكم، عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، تغيير الاتجاه غير المسموح به، السياقة في حالة سكر، عدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، ثم التجاوز المعيب. إذن هادو أخطاء فظيعة كيرتكبهم السائق، وخا يكون بعض النوبات كيكونوا هو يعني كيمكن له يعيام يعمل حسابه ولكن كيوقعوا مع ان ما نعملوا، ولكن المشكل هو ان عدد السائقين بعض منهم خصوصا الفئات العمريه ديال الشباب هما اللي كيتعمدوا بعض النوبات يعملوا بعض الاخطاء، ظن منهم انهم كيتباهوا وكيدهروا، يعني احنا كنعرفوا السوقوا الحديد مزيان الى اخره، وكيخلقوا مشاكل للناس اللي كيعرفوا يسوقوا في الطريق واللي ماشيين على رجليهم بكل احترام على الطريق. فكيفاش جاك هاد البلاغات اللي كنقدموها في كل اسبوع وهاد الارقام اللي كتخوف سي محمد؟ استاذ حنا كاين الناس اللي خدوا بيرميات قدام، نعم، وان فوا كياخذ ديك الرخصه اللي كتخول له السير والجولان كيعتقد بان داك هو كلش، وكينسى راسه، لان حنا باقي ما عندناش ذاك المفهوم ديال لي فورماسيون. هاد الناس هادو ملي خداو البيرمي ديالهم خداوها عن طريق مؤسسه ديال تعليم السياقه. نعم صحيح. وما فيها باس انهم الى رجعوا مره اخرى لهاد المؤسسات هادو باش يقوموا بالتحيين ديال المعلومات ديالهم،
لان الاغلبيه ديال الارباب ديال المؤسسات ديال تعليم السياقه كيديروا دي فورماسيون في الميدان على ايادي خبراء دوليين في مجال السلامه الطرقيه. انت خديت 20 عام 30 عام خديت رخصه ديال تعليم السياقه، ولان التقارير هذه اللي قلت لي دابا صرتي واحد مجموعه ديال المخالفات. انسان ما كيوقفش في قيف. نعم انا هو هذيك لا بريوريتي ابسولي ديك الاسبقيه المطلقه في عالم السياقه ما كايناش. كاين الضوء الخضر، راه الضوء الخضر راه ما سميتوش يدوز، دوز مع الانتباه. صحيح. الاسبقيه المطلقه في عالم السياقه ما كايناش. قيف ملي كنقولوا قيف يعني نوقف، نعطي حق الاسبقيه لليمين واليسار والراجلين. احنا ملي كنا في البدايه ديال الحلقه اننا ملي كندويو على هذه المسائل كندويو على انسان كيحترم القانون. نعم. اما ما كيحترمش هذه مساله من نوع اخر. نعم. الارقام فهي ارقام جد جد مخيفه. صحيح. وسبقنا في الاخر في بعض الانشطه ان الاخوه سولونا وداك الشيء، انا ما نكرهش واحد النهار نعاس ونفكر كيف كنقولوا ونحلم بزيرو حديثه. نعم. زيرو القتلى، زيرو الجرحى، زيرو المعطوبين. نعم. هذه كنقول انا في المقابل ديالك السي محمد. نعم. كنقول كنتمنى ان في اسبوع نجي باش ملي يكون انا في البرنامج مثلا. نعم. وقلب على هذه القضيه ديال هذا البلاغ هذا ديال المديريه العامه ويقولوا لي يا سيدي هذا الاسبوع ما عملناش البلاغ لان ما كانت حتى شي حاجه اللي كتجعلنا على اننا نصدروا بلاغ بحال هذا، ولكن مع الاسف دائما كنلقاه. ذلك ما نتمنى، لان احنا ما يمكنش نقولوا بان ما نكرهوش يكونوا عندنا 10 القتلى، ما نبغيو نسلموا حتى شي روح تمشي هكذا هباء. ولكن بالمقارنه مع الرقم اللي كنشوفوا 4000 ديال القتلى في العام، يعني دابا نحلموا ولكن ما نقولوش زيرو يعني موتى، ولكن نقولوا نهبطوا الرقم شويه وحنا كنحلموا. انا ما نقدرش، انا صراحه ما نقدرش يوسف، ما نقدر نسلم حتى في واحد، ما نكذبش عليك. نبقاو نحلموا حتى ما يبقى حتى واحد. سي محمد صامت. الان وصلنا لواحد الوقت اللي غادي يمكن لينا نوجهوا خطاب مباشر لهاد السائقين، وبحال اللي قلنا والاضطرابات الجويه كاينه الحمد لله كتغير. نعم. وهذه من حكمه الله سبحانه وتعالى، باش نكونوا يعني امنين لم نحيا الناس اللي كيكونوا مجبرين على انهم يكونوا على الطريق، وهنا كنقصد السائقين المهنيين ولا الناس اللي كيكونوا مثلا في مناسبات معينه ومناسبات خاصه كيمشيو كيعولوا على انهم غادي يمشيو لواحد المكان معين. شنو هما النصائح اللي غادي يمكن نتوما على حسب يعني الخبره اللي عندكم والتجربه اللي عندكم والصفه اللي عندكم كرئيس ديال الجمعيه ديال دار ضمانه للسلامه الطرقيه، شنو يمكن نقولوا لهاد الناس وحنا يعني كنعيشوا بدينا كنعيشوا هاد الفتره ديال الاضطرابات الجويه؟ في البدايه استاذ بالنسبه للمستعملين ديال الطريق، ملي مثلا هو باغي وليداتو حتموا عليها انه في عطله يمشيو ليفران يتمتعوا بالمنظر ديال الثلج الى اخره. نعم. مزيان، ولكن بيني وبينك كأب واش سبق لك السوق في الظروف هذه؟ ابدا، انا ما نكذبش عليك كنخاف السوق في الثلج. هذا ولا دع الضروره نبحث في هذا الموضوع. صحيح بصح. لان كاين ما ننساوش بان لا سيرفاس دو كونتاكت ديال الروايض مع الارض راه كتقدر باربعه ديال لي كارت بوستال. نعم. راك ماشي غير 10 كيلو ديال النفس. بصح. الحاله ديال الروايض ديالك كي دايره؟ الروايض مؤخرا انا كاين ناس لقيت مهم بانو داكشي كبدا من رويضه السكور كنلقى الرويضه خارج من السلك. الحافظ الله. فهمت، ولات قنبله موقوته. يا ربي. وبخصوص الموضوع ديال الروايض. ومسميه رويضه السكور. رويضه السكور نيت هي من رويضه قنبله موقوته نيت. صحيح. مع العلم بان الروايض كاين الاغلبيه ديال الناس واحد المساله كيجهلوها. شنو هي؟ هو ان الرويضه بارفوا كتكون جديده في ستوك بيريمي. سبحان الله. جديده كتخلص فلوس وبقى جديده بيريمي. علاش؟ لان الرويضه معدله واحد الماده اللي كتسمى دي ماتير اورغانيك، مواد من الطبيعه قابله للتحلل. نعم ايه بصح. هاد ومساله اخرى مهمه وما يقدرش يرد لها البال اي واحد، هو ان الرويضه عندها ان سول سونس دو مونتاج. ان سول سونس تركب في هذا الشكل، ماشي تركب في العكس. هاد المسألة ربما ما تبلكش
ما تبلكش في السياره ديالك، ولكن نعطيك مثال، الرويضه كبيره ديال التراكتور. اييه الى 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 انت عاده راك عارفه بانك تركب في واحد الصنت، الى قلبتها واش عتبان لك مقلوبه ولا ما عتبانلكش مقلوبه؟ ايوا انا غنساني نقول لك عتبان لك مقلوبه، يعني علاش بانت لك مقلوبه في التراكتور ولكن في السياره ديالك ما عقتش بها؟ هذا مشكل من نوع اخر. وهذا الشيء هذا كنقولوه غير باش تستهلك بلا ما تستهلك. ياك كاينه يلا هاد القضيه بصح دابا بالنسبه للثلج. نعم هاد المسائل بعد المسائل اللي مهمه الانسان اللي غادي يمشي المنطقه اللي هي فيها الثلوج. نعم العجلات. نعم وشنو اخر اللي خصو يعمل بالنسبه كاحتياط؟ يعني احتياط دائما نبقى في القضيه ديال المناطق دي جبليه فيها الثلج. برفو الانسان كيوقف في عقبه بحكم ان وليدته شافوا منظر مزيان غياخذوا مع الصور الى اخره. ايه مناطق ثلجية. نعم. وكاينس راسو بان مثلا ديماراجون كوت في العقبة في الحالة ديال الثلج صعيب. إذا هو ما فكرش في اللحظة اللي وقف من بعد راس العقبة بواحد 50 متر ولا 60 متر ويرجع لذاك المنظر يتصور معاه وداك الشيء ويتمتع بالطبيعة ويخرج بسلام. هذا جانب. جانب ثاني هو أن عند السير على الجليد الشيفر ما خصوش يخاف وما خصوش يقوم بتحريك ديال المقود وداك الفرمله المرتبكه. وخصو يقوم بتحريك المقود ديالو كيف كنقولوا ليجيرمون اي بروغريسيف، لان هذه المساله هذه كتخلي الروايض يشدوا بثبات. بصح ما يبقاش يلعب ما يبقاش يلعب ما يلقاش يلعب لان السيرو غادي يدخل في تقناطيل لي كود فولون، ولي كود فولون كيقلبوا الطوموبيله في الطريق تدروى. نعم. مسألة أخرى في المنحدرات ملي حنا كنحضيو مع الطوموبيل ديالنا قبل ما تبدا تزلق، أما إلا زلقت كتكمل كتزلق. في المنحدرات بارفوا كيشوف الطوموبيلة مع العامل ديال الخلعة شنو كيدير هو كيمشي للفران. ملي كيمشي للفران شنو كيطرى بالضبط؟ كيوقف العجلات عن الدوران. وبالتالي أن السيارة اللي بقى تمشى بواحد السرعة أقل من 3 كيلومتر أوتوماتيكمون شنو كدير؟ كتسكوت. هي سكتات ولكن بقى زلقة، هو كيعتقد مع ديك الخلعة اللي فيه بأن الطوموبيلة أمرش. وي هذا مشكل من نوع آخر. ما يقدرش أنا ملي كنطلق ملي دوينا على كنبومبي الفران ملي كتطلق الفران ديالك أضعف الإيمان كتيفيتي باش الطوموبيلة ديك ما تسكوتش. إذا الحل شنو هو ملي يوقع الإنسان في هذا المشكل شنو خصو يعمل؟ الحل هو أنه ما يتوشي حتى البيدالة. إيوا هو خايف هو خايف شنو غادي يعمل ديك الساعة ديك اللحظة هذه؟ الساعة كيبقى له عنده الحل الوحيد هو المقود ديالو. وبارفوا كيكون الخطر فيه زيه. الخطر كاين. إذا حنا علاش كنقلبوا في هذه الحالة؟ على أقل الضررين. نعم صحيح. انا اللي فياج در الرمله ندخل فياج در الرمله حتى ما ندخل في جدره ديال الشجره. اذا بان لي مثلا الخطر برفو كيكون فيه كاين الخطر، ما كاينش ما عندناش حل اخر. وخصوص دابا هذه كنتكلموا عليه الا كان هو بوحده، اما اذا كان يعني كاين ناس في الطريق معاه وداك الشيء يعني الخطر غيكون 1000% ماشي 100%. احنا دابا احنا شنو قلنا؟ احنا كندويو على السياره قبل ما تبدا تطلق، اما الا بدات كتطلق راه كتكمل كتطلق. حنا دابا بدينا الخطر فيه كنقلبوا على اقل الضررين. ام احسن نطيح نتكي على فوسي ولا نطيح في جرف ديال الحافه؟ هذا هو لا نمشي لهذيك الله بعد من الجرف بعد من الحافه. فوالا فهمت ما قلناش اختيار اخر. هذاك الشيء اللي كاين. واخا اذا هذه بعد النقاط المهمه بالنسبه للثلج. ارانا الضبابة دابا الان شحال ديال الناس ديال السائقين كيكيدون على انهم اللي كيكون في الضفه هذا كيشعل الضوء ولكن كيعمل ديك كيستعمل ديك الفار. يا وما كيبقى يشوف مره كان كيشوف ولكن ملي عمل الفار كيقول والله غادي يشوف مزيان ولكن بالعكس هو اللي كيحصل. شنو كيفاش غيمكننا نتصرفوا وكيفاش كيمكن لنا نسميو هذا السائق اللي كيتصرف بهذه الطريقه هذه في الضبابه؟ بالنسبه استاذ التعامل ديالنا مع الضبابه دوينا على مسافه الرؤيه. ان السرعه ديالنا ممكن تتناسب مع الرؤيه هذا من جهه. ما يخص استعمال ديال الاضواء النيسان دائما كنستعمل اثناء في الضبابه الاضواء اللي المنخفضه ليكود. لان ليكود لان حنا في الميدان ديالنا في التعلام ديالنا ان هاد ليكود هادو كيضويو على 30 متر وكيستعملوا في جميع الحالات. نعم
كيتستعملوا في جميع الحالات. بالنسبة للفار القاعدة شنو كتقول لك؟ اللي كيتسمى ضوء الطريق. القاعدة شنو كتقول لك؟ كنستعملوا خارج المدينة والطريق خاوية وأجواء مزيانة. نعم. هذا شرط. نعم. ملي كتدوي على الضباب أجواء ماشي مزيانة ما نستعملوهمش. نعم. كاين أضواء أخرى ديال الضبابة، أضواء ديال الضبابة ديال القدام كنستعملو في الشتاء والثلج والضبابة والعجاج. البيراتاس هادو. الضوء ديال الضبابة بالنسبة للضوء الضبابة باللور كنستعملو غير في ديك فاش كتكون ديك الصوفة ديال الثلج كطيح. والضبابة، والضبابة كتكون كثيفة. إذا كان الشتاء ما كنستعملش ضوء الضبابة باللور لأنه كيخلق ما يسمى بالإبهار، كيبهر لك الناس ديال اللور بحال شعل الفار اللور. بصح. هادو قواعد، قواعد في التعامل ديالنا. هذا الشيء قلت أنا بأن ما كرهناش أن الناس يرجعوا لك المؤسسة ديال التعليم السياقة لأن كانت هذيك هي الانطلاقة ويقوموا بالتحيين ديال المعلومات ديالهم نيت، لأن كاين ما يتقال في هذا الميدان هذا، لأن تبارك الله ميدان ماشي سهل. صحيح. وعلى زعما سي محمد يعني شنو كيخلي الانسان انه ما يجيش بالو على انه يعاود يعني يزيد ينمي الافكار ديالو يحين المعلومات ديالو بالشيء اللي ترى، لان العالم تغير، الدنيا كبرت، الحديد خرج جديد، احوال الطقس تغيرت، ما بقاش بحال اللي قلنا يعني كتكون في المناسبات في الاوقات ديالها العاديه. شنو كيجعل الانسان اللي هو كيسوق يعني حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين أنه يحين المعطيات والمعلومات اللي اكتسبها؟ علاش ما عندناش هذه الثقافة هذه؟ يعني الثقافة ديال لي فورماسيون سيد هو كينظر بأن هذاك التكوين كينظر له سكون ابيل لي بيغ دارجون ولا لي بيغ ديال الوقت نيت. غادي نمشي نعدم السيارة تاعي يكذب عليا دير لي هذه دير لي هذه، يقول لي نزل راه 800 درهم 600 درهم إلى آخره. أولا كيقول السي محمد يعني بحال اللي قلتي له مشي تزيد المسائل تكون هذيك بحال اللي كتقلل لهم القيمة ديالو. أكيد أكيد هذا جانب. هذا جانب. مؤخرا جاء عندي انسان عنده بيرمي اكثر من 20 عام. نعم. قال لي استاذ، قال لي انا ملي كنكون طالع في العقبه، واحد العقبه مثلا صفر ديال العقبه ديال تلامبوط اللي معروفه عند الاخوان اللي كيسبقوا كيزوروا الشاون الى اخره، كيقول لي استاذ انا ملي كنكون ماشي مزيان كنوصل ديك العقبه كتسكت لي الطوموبيله. ماشي 30 كيلومتر 40 كيلومتر كيوصل تما كتسكت الطوموبيله. السؤال علاش؟ لان بارفوا ان الريجيم كيطيح له وما كيديغراديش الفيتاس ديالو في الوقت اللي عندنا حنا كليان باقي كيتعلم عندنا ميم با ما ضربش جوج سيمانات. ملي كتسولو هذا الجواب هذا ملي كتسولو كيجاوبك. نعم. لان علاش؟ لان هذا ربما انه كان محظوظ انه تعلم على داخل مؤسسه محترمه معايير اطر ديالها مكونه الى اخره، الاخر خدا البيرمي ديالو بلا بروسيدير قديمه المساله معروفه. نعم. واش غادي نقول لك السي محمد، زعما هو الانسان مره خصو يراقب نفسه بنفسه. وبما وهذا الوسيله ديال التنقل ام يعني سيف ذو حدين، اما لك واما عليك. يعني الا ما عملنا لا شي احتياطات ديال الضروريه وعرفنا كيفاش نتعاملوا معها وكيفاش نتعاملوا مع الاخرين، يعني دائما غيقوا دائما كنكونوا بحال اللي قلتي قنبله موقوته يمكن تنفجر في اي لحظه. ولهذا نداء كنوجهه للسائقين بصفه عامه، يعني اللي كيشوف راسه على انه كبر عليه الحمل، لان يعني بعض الناس يعني السائقين كيقول لك ما بقيتش كنعرف انا نسوق في واحد الوسط معين، لانه الحديد كثار والناس كثار وحتى ديك العلامات ديال التشوير تغيرت، ما بقاتش ديك العلامات اللي كنعرفوا. يعني كاين علامات لاول مره كيشوفها الانسان على الطريق وما كيعرفش شنو كتعني وشنو وكيفاش غادي يتعامل معها. ولهذا كنتمنوا ان المستمعين والسائقين بصفه خاصه اللي كيستعملوا السيارات ديالهم ولا الوسائل ديال التنقل المختلفه انهم يتواضعوا شويه ويمشيوا للقضيه ديال كتخلص واحد المقدار معين باش تحيين المعلومات ديالك، راه كتشري الحياه ديالك وكتشري الراحه ديالك وتغيرك. ولا لا سي محمد؟ اكيد استاذ نيت. احنا استاذ ملي كنكونوا في البوست ديال لاكونديت بصفتي كسائق، انا شنو هو الدور ديالي في ديك اللحظه؟ انا جو سوي ان اوبيراتور. نعم. انا كنشوف السياره ديالي اشني باغا. راه ماشي ديك لي فيتاس كندوزهم بالكاله لان هي كطلبهم. تماما صحيح. انا ملي كنديكرادي ماشي من ميتي راسي، راه هي كطلبهم. نعم. هذه في هذه اللحظه كنكون ماشي بلو ريجيم موتور ولا اللي كنسموها لا كوندويت ايكونوميك، السياقه الاقتصاديه. اقتصاديه نعم. دابا هذاك السيد اللي قال لك تسكت للطوموبيل، يعني ما عارفش على ان الموتور خصك تعمره يعني.
تناخذ هذيك السعره طاح له الريجيم بزاف ما قدرش يديغرادي لان لو نومبر دو تور ديال الموتور ديك اللحظه راه هبط على 1500 دوره. ايوا شتي نعم واخا. اذا حنا وبالنسبه للشتاء احنا دابا كنحاولوا نعملوا واحد قفزات الى بغيتي على هيدا على اهم المواضيع. بالنسبه للشتاء كيفاش كيمكن الانسان شنو هما الحاجات اللي كيخص الانسان يعمل الاحتياطات ديالو ضروري باش يتفادى الوقوع في حوادث ديال حوادث السير؟ بخصوص الموضوع ديال الشتاء والسد انا قبل الاخرين يتاكد من النظافه ديال الضواو ديالو من الفونكسيونمون تاع المساحات ديال الزجاج ديالو ومن العمل ديال الفرامل نتاعو. نعم. والسير بواحد السرعه منخفضه يحاول جاهدا يضاعف ديك مسافه الامان بينه وبين السياره اللي قدامه، يتجنب ديك الفرمله المفاجئه. وكاين مشكل اخر كنطيحوا فيه استاذ، الاغلبيه ديال عباد الله كيديروا ديك سكون ابيل السينيال ضربه، السينيال ديتريس. ملي كديروه هذيك فوقاش كنديروه؟ كنديروه ملي كتكون عندي شي عطب في السياره ديالي انا مرغم عليه باش نديرو، ولا واقف بجنب الطريق بالليل. ملي كديروا اليطا نورمال وكتبقى ماشي، ملي كتبغي تغير الاتجاه الدور اليمين ولا اليسار انا ما كنعرفكش فين داير السينيال ديك الساعه، ما كتباتليش ما فهمت والو. بصح كاين هذا مشكل، لان احنا كنديروه في هذه الحاله. هذا الانسان هذا داروه غير بالكانه، ما داروش عن عين، ما عرفش فوقاش كنستعمله. بصح معقول، هذا مشكل اخر. وملي كنبغي ندور نحاول نعلم على واحد المسافه معقوله، ماشي ديك الدوره المفاجئه. يعني ماشي الدوره المفاجئه اللي حتى كيوصل عندك كدير السينيال الفوق وداك الشيء، ما خليتليش فرصه فين نتصرف انا مورك. انا باقي عاقد عليك، انت زايد قدامي. اه بصح. وقبل ما تدور اول حاجه كاين ديزيطاب سويفر، نحيد رجلي على الاكسيراتور. ملي كتحيد انت رجلك على الاكسيراتور الطوموبيله كتنقص شويه، كنرمركيها انايا. وكتعطيك فرصه تتصرف انت. اكيد من جهه. والعمل ديال التوقف ديالك اذا كان شي فروج او شي حاجه اوبليجي باش توقف عليها، ما تزطمش على الفران دان سولكو، لوحي واحد جوج ضربات ولا ثلاثه ضربات ديال الفران باش كيكون دي مانيير الترناتيف اللي كتكون شي حاجه رومركاب بالنسبه لي كان الاخر. اما نعطيك مثال بحال فرفو شي واحد كيكلاكسوني دي مانيير كونتيني. ديك الساعة شنو كيطرا؟ أنا ما كنعرفش المصدر ديال الصوت منين جاي، واش من اليمين ولا من اليسار، ولكن ملي كتكلاكسوني وتقطع تكلاكسوني وقع أضعف الإيمان كنحاول نديتكتي بأن المصدر ديال الصوت منين جاي. واخا إذا سي محمد صامت كان بدنا نزيدوا شوية لأن هذا الموضوع مهم ومهم بزاف. الوقت ما كيرحمنا شيء. كنشكرك بزاف سي محمد صامت رئيس جمعيه دار الضمانه للسلامه الطرقيه بوزان على المشاركه ديالك وعلى هذه المعطيات المهمه واللي حقيقه بعد منا عاد عرفتها لاول مره من عندك سي محمد. مشكورا تحيه لك والاطر العامله في اذاعه طنجه، مشكورا لك تخيرك. شكرا بارك الله فيك. اعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سائقي والسائقات، يعني كنتمنى ان هادشي اللي سمعنا نكونوا خدينا منه عبره وفكره ونعملوه على الطريق من يكونوا كنسوقوا في الوقت اللي كيكون الجو مضطرب. طريق السلامه لكل السائقين. تحيه من وديع بن رحمون، سعيد الرياني، محمد بن الطيب. الى اللقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم مع محور جديد. Thank you.